الضبطي بن محمد الزعبي. متابعينا في كل مكان، اسعد الله صباحكم وطابت جميع اوقاتكم بكل خير. انطلق من قبل لحظات شوطنا الثاني عشر المخصص لسن الزمول المسافة التي تنطلق بقوة 8 كيلومترات الفاصلة عن السيارة النقدية والفاصلة عن الناموس في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد حافظه الله ورعاه وأطال الله بعمره. إذا نبدأ بداية مع مقدمة الشوط لأتابع هنالك حصاد عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوعي يقدم لنا حصاد. مرحبا مرحبا بهذا البطل الحاضر المنطلق مع أول المراكز بينما أتابع الحضور في هذه الأثناء من قبل حطام علي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي يقدم لنا شعاره. كذلك تقدم مقدام محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا مقدام حاضر ومنطلق مع المركز الثالث. أما المركز الرابع فأتابع هنالك الحضور في هذه الأثناء من قبل الحاضر والمنطلق في هذه اللحظات. وصل هنالك هلال حمد بن قانب بن سلطان الهديفي يقدم لنا شعاره. مرحبا 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 بهذا الشعار الحاضر، شعار الهديفي مع المركز الخامس. هكذا هو ندانا الأول لهذه الأسماء، لهؤلاء العمالقة، لهذه المعركة ما بين الكبار. بينما حصاد ما زال يقود هذا المسار لعبد المحسن بن طالب بن عمارة يقدم لنا شعاره، لكن انضم جديدا وحضر هنالك الصاعد مبارك بن حمد بن دليل العامري يقدم شعاره، ينطلق إلى المركز الثاني. المركز الثالث أتابع هنالك الحضور في هذه الأثناء من قبل هلال حمد بن قارب بن سلطان الهديفي يقدم لنا شعاره، ويحضر هنالك مع المركز الثالث. لكن تغيرت الأمور وحضر الفايز سعيد بن علي بن راية يقدم لنا شعاره. مرحبا بالفايز، راعي إنجازات وراعي عوايد، حضر هنا في هذه اللحظات وصاحب أشواط رئيسية في هذا الموسم. ياهي من أسماء لها صولات أو جولاتها. المركز الرابع وتابع هنالك حطام علي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي يقدم لنا شعاره، بينما هلال يحضر على المركز الخامس ويندفع بشعار البريدي. هكذا للمرة الثانية لهذه الأسماء الحاضرة لهذه الزمول المنطلقة، بينما بالدليل ينطلق في هذه اللحظات ليتسيد هذا الموقف بانطلاقة وحضور الصاعد مبارك بن حمد بالدليل العامري يقدم شعاره. يتقدم الأسماء في هذه الأثناء. المركز الثاني حضر بالراية وأعلن راية الخطر في هذه اللحظات ليقدم الفايز إلى المركز الثاني. المركز الثالث حضر هنالك حصاد عبد المحسن بن طالب بن عمارة يقدم حصاد هنالك مع المركز الثالث. المركز الرابع
حضر كذلك شعار البريدي يقدم الفايز علي بن محمد بن ناصر البريد، وكذلك في رصيده العديد من الإنجازات في هذا الموسم. ينطلق إلى المركز الرابع. المركز الخامس يتحرك هنالك هلال حمد بن قانب بن سلطان الهديفي، شعار مذيار من خطفت شلف العمانيات في سن الثنايا، يتقدم ليقدم لنا هلال مع المركز الخامس. هكذا هي الخماسية التي بدأت بالانفراد مبكرا عن بقية الأسماء الحاضرة، وما زال العامري يقود هذه الأسماء، وبالراية يتحرك في هذه اللحظات مع المركز الثاني. وانطلق خبير المضمري ليتحرك في هذه اللحظات ويقدم الفايز علي بن محمد بن ناصر البريد، يقدم الفايز حاضر في هذه اللحظات إلى المركز الثالث. يا هم المعركة من أجل السيارة، من أجل الناموس في هذا الشوط الكبير. المركز الرابع حصاد، والمركز الخامس يحضر هنالك هلال، وما قبل الخمس من يقود هذه المعركة القادمة. يتحرك هنالك الحاضر، هنالك مطالب علي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني، والفايز الفايز 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 يتقدم في هذه اللحظات، وكذلك الحاضر. هنالك الصاعد، ما بين الصاعد وما بين هنالك الفايز، ما بين العامري والبريدي، وهذه المعركة، المعركة الحاضرة من أجل الفوز والانتصار. انطلق خبير المضمرين بخبرة السنين ليحضر في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط، ليقود هذه الأسماء، ليقود هذه الأسماء الكبيرة. المركز الأول هنالك الحاضر، هنالك المتقدم الفايز علي بن محمد بن ناصر البريد، يقدم الفايز. خبير المضمرين ينطلق في هذه اللحظات، يهيمن يهيمن على مجريات أمور هذا الشوط. المركز الثاني يتقدم الصاعد مبارك بن حمد بالدليل العامري، يقدم لنا شعاره، والفايز كذلك ثالثا يقدم لنا في هذه اللحظات. هنالك سعيد بن علي بالراية يقدم الفايز. المركز الرابع حضر هلال حمد بن قانم بن سلطان الهديفي، يقدم هلال في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء. المركز الخامس اسم ينضم في هذه اللحظات إلى قافلة النداء، هنالك بحار سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي، يقدم لنا شعاره. بينما انفرد الفايز، انفرد هذا البطل الحاضر في هذا الشوط الكبير، انفرد عن بقية الأسماء، يقدم علي بن محمد بن ناصر البريد. خبير المضمرين يتقدم الأسماء، بينما المركز الثاني تحرك بالراية وانطلق هنالك بالدليل العامري، يقدم شعاره، وكذلك الحاضر في هذه الأثناء حضر شعار الحربي في هذه اللحظات ليشن الحرب على هذه الأسماء المتقدمة، ليقدم لنا بحار سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. الحربي الحربي ياهي من أسماء كبيرة، ياهي من أسماء عملاقة. معركة 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 ما بين الكبار في سن الكبار، والفايز الفايز ينفرد عن بقية الأسماء. الفار هنالك الفايز يفوز بهذه الانطلاقة بعلامة الامتياز، بهنالك بمرتبة الشرف 1500 متر الفاصلة عن السيارة. يا البريدي حرك وطار، بينما الفايز ينطلق هنالك ثانيا، يتحرك مع سعيد بن علي بالراية، وبحار هنالك ثالثا، سعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. بينما عودة هنالك إلى مقدمة الشوط، خبير
المضمرين بخبرة السنين، هنالك يقدم الفائز راعي العوايد صاحب الإنجازات، يكرر الفوز تلو الفوز ويتقدم عن بقية الأسماء الحاضرة بالراية ثانيا والحرب ثالثا، بينما أتابع الجماهير تقدموا هنالك مع تحركات الفائز، مع انطلاقة الفائز، مع تحركات خبير المضمرين، انطلق بخبرة السنين من قدم الأسماء الكبيرة والعديدة وحضر بهذا الحضور المشرف مع انطلاقة الفائز. الفائز 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 يفوز الفائز بكل جدارة بكل استحقاق، بينما أتابع بالراية 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 انطلق هنالك مع الفائز، والحرب حضر في هذه اللحظات، ما زالت الأمور في خطر، تتشكل الخطورة من بالراية بالراية والحرب واللحظات الأخيرة، كان الله بعونك يا البريدي، وصل بالراية بالراية رفع راية الخطر والحربي وبنشير اللحظات الأخيرة. يا صعب الأمتار كان الله بعون المشاركين في آخر الأمتار، حبس الأنفاس انطلق بالراية وحضر الحربي بنشير بنشير بنشير، والحربي بالراية بالراية الحربي في اللحظات الأخيرة انطلق ببحار في آخر الأمتار ليخطف الأنظار ليفوز بكل انتصار، بكل جدارة بكل استحقاق بكل اقتدار بكل افتخار بكل انتصار. سلام يا الحربي سلام، السيارة مع بحار في آخر الأمتار. سلام يا الحربي سلام، المركز الثاني إلا مركزي الثاني حضر أم طالب علي بن راشد بن عبد الهادي بن الشير. المركز الثالث إلا مركزي الثالث حضر الفائز سعيد بن علي بن راية. المركز الرابع المركز الرابع مرحب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي. المركز الخامس المركز الخامس مثير محمد بن راشد المعاضيد. هكذا متابعينا في كل مكان حضر بحار في آخر الأمتار ليخطف السيارة والأنظار لسعيد بن جابر بن عبد الله الحربي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 39 ثانية 71 جزءا من الثانية. شكرا يا الحربي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المثير. المركز الثاني حضر مع ثاني المراكز مطالب علي بن راشد بن عبد الهادي بن نشير. التوقيت الزمني 12 دقيقة 40 ثانية 89 جزءا من الثانية، بينما حضر مع ثالث المراكز المركز الثالث حضر الفائز لسعيد بن علي بن راية. التوقيت الزمني 12 دقيقة 41 ثانية 51 جزءا من الثانية. تانين على هذا الفوز وعلى هذا